السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطلبات الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات البث المباشر. نتمنى لكم كده ساعة هنراجع لكم فيها النهاردة على يونت 1 و 2 و 3، نتمنى تكون حلقة مفيدة ليكم قبل الامتحان التجريبي بإذن الله. اتفضل مستر محمد. طبعا النهارده بناء على طلب ناس كتير عاملين لكم كويز على كاهوت على المراجعه من الوحدات الثلاثه، طبعا على اسئله تشويس. في عندنا 32 جمله، كان في ناس بتسال عن مواصفات الامتحان. ده اول سؤال في الامتحان اللي هو سؤال تشويس، بيبقى 16 جمله. فاحنا عاملين نموذجين النهارده وبنقول للناس هنحضر تمام تليفوناتنا وهنحضر طبعا الموقع بتاعنا www.kahoot.com .at وننتظر عشان ايه ناخد الكود اللي هندخل بيه على الكويز ان شاء الله. الحلقة اللي جاية هنكمل مراجعة بقية الاسئلة. احنا النهاردة عندنا نوعين من الاسئلة، السؤال الاولاني اللي هو choice، السؤال الثاني fill in اللي هو القطعة اللي فيها كلمات هنكملها، وهناخد ترجمة كمان النهاردة. يبقى احنا كده هنغطي ثلاث انواع من الاسئلة، وهيبقى فاضل عندنا نوعين كمان، قطعة الكومبرهنشن. ونخلي بالنا ان قطعة الكومبرهنشن ما عادتش زي الاول بالسهولة اللي كانت فيها، دلوقتي محتاج critical thinking، يعني محتاج في حاجات تفكر فيها لازم قبل ما تطلعها من القطعة تمام. وكمان هيبقى عندنا الايساي، ودول برضو ان شاء الله هنغطيهم في الحصص اللي جاية. نبدأ مع بعض كده، نخش على كويز الاولاني. احنا زودنا طبعا وقت الكويز الى 30 ثانية عشان كان في ناس ما بتلحقش تجاوب، وطبعا بنطلب من الناس انها تكتب اساميها ماشي، عشان في الاخر هيظهر الثلاثة الاوائل زي ما احنا عارفين ونعرف مين هم عشان هنعمل لهم شهادة. طيب نبدأ من هنا نشوف كده اهو، ده اسرع شوية انا فاتحه، بس طبعا النت زي ما انتوا عارفين بيبقى بطيء شوية. ده هيبدأ معانا الاول هنشتغل منه تمام. طيب هقول تاني الموقع اللي هندخل عليه www.kahoot، اهي مكتوب اهي KAHO تمام OOT.IT.IT. تمام الموقع اهو، وهيظهر دلوقتي البين كود اللي احنا هندخل بيه ونكتب اسامينا، ما ننساش اسم، يعني حتى على الاقل اسم ثنائي عشان يظهر ونعرف مين. طيب كده ده الكود بتاعنا 4306587، منتظرين دخول. هنا انا معايا زيرو بقى، عايزين نشوف العدد هيدخل معانا كام النهارده. محمد كامل، اهلا يا محمد. ميرنا وليد، برافو، جميل. تاني يا محمد، سلمى اكرامي، اهلا يا سلمى. فرج كتب اسمه بالكامل اهو، جميل يا فرج. شهد اشرف، خالد مجدي، اهلا يا خالد. الناس اللي هي منتظمه معانا دايما. كيريا جرجس معانا على طول، كيريا. جانا، جانا عمان. جميل كده احنا وصلنا 21. بسرعه يا شباب، بسرعه شويه عشان نبدا عشان نبقى عارفين وقتنا في الحقيقه. ميان اسامه. شاهد. جميل، برافو، منتظرينكم. نوصل لل 50 كده وايه ونبدا ان شاء الله. طبعا عارفين النظام بتاعنا، انا هيظهر عندي هنا السؤال وتحته الاجابات، انت هيظهر على الموبايل عندك الوان الاجابات، هتختار لون الاجابه الصحيحه. طبعا تقرا بسرعه
هتجاوب بسرعه، والاسرع طبعا هو هياخد اعلى درجه، تمام، وفي الاخر هيبقى فيه ترتيب. وصلنا 49 اهو. ايوه نبدا. يلا يلا بينا. ندخل تاني ولا نبدا؟ سيلفانا. ماشي يا سيلفانا، كده نبدا بعد سيلفانا على طول. عشان ايه؟ لسه بيزيدوا ما شاء الله. العدد النهارده جميل. اهلا بيك غادة. اهلا بيك. اهلا بيك. تمام طيب. يلا نبدا مستر محمد. ايوه يلا 55. حلو حلو. طيب اتفضل نبدا. يلا يلا شباب اتعزوا. Smart cards everywhere nowadays. Brush by it. 16 will just 5 seconds. We can't have enough. So, we can't. طيب الإجابة هنا قال لي smart cards. في ناس كتير اختارت use. لا، احنا هنا عندنا الفاعل اللي هو subject بتاعنا ده غير عاقل، يبقى لازم ابني الجملة للمجهول. smart cards are used، دي الإجابة الصحيحة. تعالوا نشوف كده مين اللي جاوب ومين الأول. عندنا أحمد علي. أدهم علي. تمام أدهم، برافو أدهم، حافظ على مستواك. next نشوف السؤال الثاني. Most players a lot of money. Most players win, earn, beat, fill. جميل، 20 إجابة صحيحة. ماشي، بس عندنا برضو في 9 في 5، احنا محتاجين السرعة صحيح بس نكون مركزين أكتر. تعال نشوف بقى معانا مين. ملك، برافو يا ملك. نيكست. Tourism is sustainable when we protect touristic places. تمام، بس الإجابات الخاطئة برضو كتير. ماشي next نشوف مين معنا. هل محمد كامل المرة دي؟ برافو يا محمد. Most
been seen عشان انا عندي هنا since September مع بداية مدة طبعا هيبقى مضارع تام present perfect negative I haven't seen my friend since September. جميل كل مرة عندنا الأول بيتغير. أروى. We owe much to our great teachers. تمام أروى محافظة. برافو يا أروى. جميل. Go on. Village people build their houses with local, طبعا local materials. Over the moon طبعا expression بمعنى I'm very happy. طبعا قلنا هنا عندنا while هيبقى بعدها past continuous تمام لكن الحدث الثاني نلاحظ ان الحدث الثاني برضو مستمر في نفس التوقيت مفيش حاجه قطعت الثانيه يعني مفيش فعل قطع الثاني تمام فيبقوا الاثنين past continuous يبقى هقول while I was revising my lessons my mother was preparing dinner. أروى متربعة برافو. بالنسبة للستوري اللاب توب ده شخصية في الستوري لكن احنا قلنا هنهتم بالفوكابلري. He lost his sight and he can't see, but he is blind. Blood pressure. Doctor checks your blood pressure.
Generous. Bravo. برضه هنا الجملة هتبقى باسف يا جماعة، يبقى هناخد ار بروتكتد. في عندنا كتير كده في لخبطة، نخلي بالنا ونركز. تمام، سلمى اكرامي بدأت ياخد المركز الأول، برافو. طبعا احنا عندنا برضو كلمات زي كلمة charity، يبقى ايه؟ donate food and clothes to my local charity. When I was leaning out of the boat, when she her phone. Drop. تمام، برافو. سلمى you're the first until now. Well done سلمى. Respect. طبعا احنا في السؤال ده بندور كلنا على كلمة admire. We all admire محمد صلاح، لكن احنا بدينا بكلمة respect، يبقى لازم يبقى عندنا قلنا مرادفات وعندنا كلمات تانية بديلة للكلمة نفسها، ونحفظ اكتر من مرادف اللي احنا قلنا synonyms للكلمات. سلمى تمام، برافو. Thank you.
طبعا مدة كاملة هنا يبقى هناخد 25 years. برضو دي من كلمات الفوكاب بتاعت الايه الستوري، زي ما اتفقنا الستوري اسئلتها تيجي تشويس فوكابلري. جميل، سكار، very good. A gang is a group of people who work against the law. طبعا ما قلنا مع الاماكن the house، يبقى ناخد robbed the house ونا robbed the bank. قلنا طبعا the police usually look for a clue to solve a crime، واحنا كمان واحنا بنحل الجمل بتاعتنا search for a clue to answer the sentence. دي برضو من اللي is a treasure island، من القصة بتاعتنا. Servants in this villa, they do all the housework. Flint is a name in the story. Flint and his men are, they attack ships and they take money and the goods by force. They are pirates. معلش يا مستر محمد، انتظر بس بعد كل سؤال، عشان بس في طلبه بتقول ان في ديلي عندهم في النت. ما احنا مزودين الوقت.
يبقى كده المشكلة في النت بس، لكن احنا مشغلين وقت كده طبعا، احنا كده هناخد وقت كبير في الكويز، فهو يحاول بقى يعني اللي يلحق يجاوبه ما فيش مشكلة. She is a role model for many women in business. They wanted to follow her example. أيوه هي قدوة أو نموذج. فرج قرب من سلمى، تمام. المركز الثاني، يلا فرج جدع. That spicy. طبعا احنا عندنا في الجمله هنا سنس وبعدها لاست مانث بدايه مده زمنيه، طبعا يبقى معايا هنا زمن بريزنت بيرفكت بنقول هي هاز ليفت.
جميل. طبعا هنا الجملة الأولى، السؤال الأولاني عندنا present perfect، لكن في الإجابة هو محدد لي time. احنا قلنا مع ال present perfect ممكن استخدمه لما أكون بتكلم عن حدث بدون تحديد فترة زمنية، لكن طالما قال لي في الإجابة yesterday يبقى لازم اختار ال past simple. well done. آخر سؤال معانا. شوف بقى الأوائل معانا. نمبر 3 أروى، برافو، ويل دان أروى. نمبر 2 سلمى إكرامي. طب نمبر 1 فرج، ويل دان فرج، كونجراتيوليشنز. تمام، ثانك يو. هنكمل بقى بعد كده. انا عايز اعرف فرج اسمه فرج ايه بالكامل عشان هو زي ما بيسال فرج عن اسمه. كان بيعتذر كان بيعتذر مستر محمد ان هو دخل بالاسم الاول بس، وبيقول لك معلش يا مستر، يعني انا كنت يعني مستعجل ودخلت اضطريت ادخل بالفيرست. ابعت لنا على الشات بقى اسمه بالكامل. مستر كانت ايه ايمن وشاهد ابراهيم بيقولوا ان هم الأسئلة كانت بتاعتهم سابقة، يعني هما بيبقوا في 28 وإحنا لسه في 27، مش عارفة دي كانت بسبب إيه عندهم، ازاي؟ مش عارفة. كذا حد قال لي الحكاية دي، قالوا إن الموقع عندنا سابق، إحنا بنشوف الأسئلة سابقة وأنتوا بتبقوا لسه في اللي قبلها فمش عارفين نحل. فأنا أنا بس طيب. بقول لهم علشان خاطر هما زعلانين، وكان في أحمد كمان كان زعلان جدا بيقول أنا متضايق وببقى عارف الإجابة ومش عارف بس أجاوب. معلش هي فما مشكلة تزعلش، يعني انا عايزه اقول له مستر محمد هو طالما عارف الاجابه وبتطلع اجابته صح فما تزعلش يا احمد، يعني عشان هو كان بيقول انا متضايق قوي. طيب ممكن حضرتك تشاري من عندك من الصباح، لان تقريبا برضه هنا النت. حاضر. تمام، يعني الانجليزي بقى تبداوا تكملوا انتوا حضراتكم في الان والترانسليشن بسرعه كده. حاضر. ان شاء الله نعمل لكم طريقه تانية او نشوف حاجه تانية الديلي فيها قليل شويه بحيث تبقوا انتم متابعين معانا مباشره. نعمل لكم كويز بطريقه مختلفه شويه. ظهر كده مستر انا عندي يبقى حضرتك ظاهر اللي هو الديسك توب. ظهر فيه الان ذا جابس دلوقتي. اه مستر محمد لسه في عنده الشير عند مستر محمد لسه شغال. طيب تمام، هي المفروض من الصباح هتشرب من عندها على طول، مفيش مشكله. ايوه تمام ظهر كده. طب اتفضلي ميس غاده. طيب يلا مع بعض كده ناخد سؤال تاني من اسئله الامتحان اللي هو بيجي بعد التشويس على طول. fill in the gaps طبعا بيكون عندك small passage كده قطعه صغيره with four gaps اربع فراغات انت المفروض بتملاهم with one suitable word كلمه واحده مناسبه، وطبعا ممكن يكون الجاب الواحد بيحتمل اكتر من اجابه صحيحه. تعالوا نقرا كده مع بعض. How do you spend the weekend? Space people like to spend the weekend outdoors. اه هنختار هنا ايه؟ ممكن اقول most people, some people like to spend the weekend outdoors. Outdoors يعني outside their homes, يعني in an open place, في مكان مفتوح. For me, بالنسبة لي
countryside is the best weekend destination. طيب انا اختار هنا ايه؟ احنا قلنا most people like to spend the weekend outdoors. For me, تعالوا كده نشوف السبيس اللي بعده كده. Countryside is the best weekend destination. يبقى هقول countryside اللي هي معنى الريف او country. ممكن اختار قبلها the countryside. The countryside is the best weekend destination. يعني افضل مكان اقضي فيه الويكند او اجازة نهاية الاسبوع. Having a four hour walk among the fields fills me with the spiritual energy I need. Spiritual energy اللي هي الطاقة الروحية that I need. يبقى أنا هنا حددت أي طاقة أنا محتاجها، فبالتالي حطيت the definite article the أداة التعريف اللي هي the. تعالوا نقراها كده مع بعض كمان مرة. How do you spend the weekend? Most people ممكن نقول some people like to spend the weekend outdoors. For me, the countryside. بقى أنا لازم أعرف إن كلمة countryside أو country لو أنا هقصد معناها إن هو الريف أو المناطق الريفية، فبقول the countryside is the best weekend destination. Having a 4-hour walk إن أنا أتمشى لمدة ساعات أو 4 ساعات among the fields filled me with the spiritual energy I need. مس غادة، عايزين ننبههم على a 4-hour عشان دي ممكن ساعات بيجي لهم في late choice. فلما يكون في كده قبل المدة، انت بتختار هنا المدة تكون مفرد، فاقول a 4-hour، ما اقولش 4 hours، هقول a 4-hour walk. لما يكون في بعد المدة noun كده زي walk ويكون في قبلها او an، فبتكون هنا المدة بتكون مفرد، فاقول a 4-hour walk. تمام يا صباح. طيب تعالوا كده نشوف الباسج الثانية. Social media have changed a lot of things in our life. We no longer، يعني نحن لم نعد خلاص، ما بقيناش. We no longer، we don't do this anymore، خلاص. طيب ما بنعملش ايه؟ We don't or we no longer spend a long time sending or traditional letters. هل دلوقتي احنا بنقضي وقت في ارسال واستقبال letters traditional اللي هي التقليدية؟ لا. So we no longer spend a long time sending or receiving traditional letters. We now have access. عندنا دايما امكانية الدخول. We now have access to instant communication through the internet. Social networking sites اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، ناخد بالنا من الاكسبريشن ده او الفريز دي على بعضها. Social networking sites اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي are useful consuming time or time consuming، يعني هي مفيدة ولكن but time consuming، يعني هي بتستهلك الوقت. If we are not careful، لو احنا ما كناش بنستخدمها بحرص، so they will consume our time، هتستهلك وقتنا. ناخد بالنا قوي من كلمة time consuming اللي هي مستهلكة للوقت. اوكي، جمل سهلة وبسيطة. استاذة استاذنك بالنسبة للطلبة بتقول هل هيجي لنا اختيارات زي ما ميس غادة عاملاها؟ لا طبعا، ميس غادة بتسهل لكم عشان تختاروا منها. لكن طبعا انتوا بتحلوا في الامتحان، انت اللي هتفكر في الكلمات الناقصة وتبدأ تشوف القطعة بعد ما تقراها كامل وتفهمها كويس. انت اللي تخمن بقى الكلمات اللي ناقصة عندك وتبدأ تجيب الكلمات من عندك انت. لكن احنا عاملينها كتسهيل لكم في الاول، لان احنا عارفين ان السؤال ده بيبقى صعب عليكم. زي ما مستر محمد قال لنا، احنا النهاردة تعرضنا لنوعين من الأسئلة اللي بيجينا في الامتحان، التشويس وفيل إن ذا جابس، ودلوقتي هنتعرض كمان لسؤال تالت اللي هو ترانسليشن. يبقى احنا كده النهاردة غطينا لكم ثلاث أسئلة من الامتحان. فاضل لنا كده الإساي، إن شاء الله المرة الجاية نغطيها لكم، وكمان الكومبريهنشن. نشوف الترانسليشن كده. احنا طبعا بيجي لنا translate into English و translate into Arabic. نشوف اول جملة مع بعض.
Happiness is more than a good feeling or a smiley face. It is the feeling of truly enjoying your life and the desire to make the very best of it. طبعا الجملة كلماتها بسيطة ونقدر نحنا نستوعب المعنى الكامل بتاعها وبعدين نبدأ نقولها بلغة عربية صحيحة كده. نحاول ان احنا نكتب باللغة العربية كتبش باللغة العامية. Happiness is more than a good feeling. يبقى السعادة ليست مجرد شعور جيد. طبعا عندنا هنا الكلمات happiness اللي هي السعادة, feeling شعور, smiley face وجه مبتسم, وdesire طبعا desire من الكلمات اللي عليكم في المنهج, desire الرغبة, وتيجي verb طبعا. يبقى نترجم نقول ايه بقى, happiness is more than a good feeling, سعادة اكثر من مجرد شعور جيد, or a smiley face او وجه مبتسم. It is a feeling of truly enjoying your life. امال هي ايه بقى السعادة؟ It is a feeling of truly enjoying your life. هي الشعور بالاستمتاع بحياتك. And the desire to make the very best of it. والرغبة في تحقيق أقصى استفادة منها. The very best. To do the very best of something. إن أنت تحقق أكتر استفادة منه. تستغله أحسن استغلال. The desire to make the very best of it. يعني الرغبة في إن أنت تستغل حياتك وتستفيد منها أقصى استفادة. طبعا مش لازم كلنا نبقى مترجمين من نفس الكلمات بالظبط, ممكن احنا يعني نغير شوية, كل واحد يقدر يعبر بأسلوبه لكن يدي المعنى الأساسي بتاع الترجمة. وزي ما احنا شايفين هي بسيطة جدا, فيهاش كلمات صعبة عليكم. الجملة الثانية retirement. Retirement age can be considered a time of rest to a lot of people. However, many old people wanted to continue their work for social and financial reasons. طبعا انا هنا افرض انا مش عارف كلمة retirement, حاول اخمن اشوف, طيب اكمل كده واشوف حاجة تفهمني. هو هنا بيكلم على old people. Old people wanted to continue their work. عايزين لسه يكملوا بالرغم ان هم old وعايزين يكملوا شغلهم. يبقى معنى كده ده any age ده بقى اللي الناس بعد منه بتبقى very old وبتحاول تكمل شغلها. يبقى احاول اخمن retirement age ده أني عمر, ده اللي هو العمر بتاع ايه, بتاع التقاعد. retirement التقاعد او الاحاله للمعاش. يبقى retirement age, retirement التقاعد, تقاعد عن العمل. وطبعا considered can be considered يعتبر social, social اجتماعي جاي من society, و financial مالي. يبقى بعض الناس بتضطر ان هي تكمل الشغل بعد التقاعد عشان اسباب يا اما social اسباب اجتماعية او financial اسباب مالية. يبقى الترجمة هتكون هي retirement age يمكن ان يعتبر سن التقاعد هو وقت الراحة لكثير من الناس. يبقى considered a time of rest اللي هو وقت الراحة. يبقى في ناس بتعتبر ان وقت التقاعد ده هو وقت الراحة. To a lot of people, ده بالنسبة لكثير من الناس. However, ومع ذلك, وممكن نقول ولكن, many old people wanted to continue. وبالرغم من ذلك يرغب الكثير من كبار السن to continue في الاستمرار, يرغبوا في الاستمرار. To continue their work, في الاستمرار في عملهم. For social and financial reasons. For هنا معناها من أجل أو لأسباب. يبقى أنا ممكن مفيش هنا يعني عندنا كلمة for a reason لأسباب, هي مش جنب بعضها بس هي معناها for a reason لأسباب. أسباب إيه بقى؟ social اجتماعية and financial ومالية. يمكن أن يعتبر سن التقاعد هو وقت الراحة لكثير من الناس, وبالرغم من ذلك يرغب الكثير من كبار السن في الاستمرار في عملهم لأسباب اجتماعية ومالية. أما translate into English, ودي بقى إحنا بيكون فيها لازم إن إحنا نكون عارفين إحنا بقى نكون الجملة بالإنجليش كويس. يعني في العربي أنا مطلوب مني إن أنا بفهم المعنى إجمالاً, ودي لغتي بعرف أعبر بيها, لكن في الإنجليش مطلوب منك بقى تصيغ الجملة بالإنجليش بطريقة صحيحة. غيرت وسائل التواصل الاجتماعي
وخاصة موقع فيسبوك أسلوب التواصل بين الشباب وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا كلنا كنا بنستعملها سوشيال ميديا والتواصل اللي هو كوميونيكيشن. طبعا احنا خدنا في يونت 5 كلمات كتير بقى عن الموضوع ده، كوميونيكيشن اجتماعي طبعا، مودرن لايف الحياة الحديثة، اجتماعي سوشيال احنا قلنا اجتماعي قبل كده، الاستغناء عن حاجة do without، ان انا استغنى عن حاجة to do without، يعني لو بقول مثلا ما نقدرش نستغنى عن المية فاقول we can't do without water. طيب هنا بيقول غيرت وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة موقع فيسبوك اسلوب التواصل بين الشباب. طبعا الجملة في الانجليش بتبدأ بالسبجكت، يعني مش هينفع ابدأ بغيرت، لازم ابدأ بالسبجكت الفاعل بتاع الجملة اللي هو وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي ايه؟ اللي هي سوشيال ميديا. طيب وكمان هقول وخاصة فيسبوك، especially فيسبوك، يبقى انا قلت كل ده قبل ما اقول غيرت اللي هي has changed. سوشيال ميديا especially فيسبوك has changed، غيرت ايه بقى؟ غيرت اسلوب التواصل، the way of communication. سوشيال ميديا especially فيسبوك has changed the way of communication بين الشباب among young people. طب ليه ما قلتش between؟ between بتكون ما بين اتنين بس، لكن among بتبقى ما بين ناس كتيرة، يبقى الكوميونيكيشن among young people in particular، خاصة وخاصة in particular، كان ممكن أقول especially. Therefore it has become an important part of modern life، كان ممكن بدل ما أقول therefore أقول so مثلا. لذلك therefore it has become an important part of modern life، ولذلك أصبحت جزء مهم من الحياة الحديثة. And youth can't do without it، والشباب لا يمكن الاستغناء عنها، لا يمكن للشباب أنهم يستغنوا طبعا عن وسائل التواصل الاجتماعي. تمام، طبعا ده جزء الترانسليشن اللي حاولنا نغطيه لكم النهاردة، وإن شاء الله تكونوا استفدتوا من الحصة، وياريت أن احنا عندنا كويز، طبعا أهو عندنا كويز نقدر كمان أن احنا ندخل عليه ونحله، برضو هو مراجعة على الثلاثة يونتس. هنكتب زي ما احنا متعودين الاسم والمحافظة والإيميل أدرس علشان نعمل لكم الشهادات إن شاء الله. برضو هنا على كلمات الثلاثة يونتس الأولانيين، وبرضو فيهم كلمات من الستوري بتاعتنا، فنحاول إن احنا نجاوب على الكويز علشان نبقى راجعنا الثلاثة يونتس بتوعنا كويس. مرة جاية إن شاء الله نغطي لكم بقية الأسئلة. تمام، شكرا للصباح. شكرا يا شباب، مستنيكم إن شاء الله يوم الخميس. تمام، يوم الحد إن شاء الله 9:30، حد 9:30 بإذن الله. تمام، والناس اللي بتسأل إزاي ندخل، لسه جداد وتسأل الناس إزاي ندخل، هندخل من على موقع منصة التربية والتعليم، منصة البث المباشر. تمام، هتختار المرحلة، تختار الصف الأول الثانوي، هيظهر لك الجدول، بتعرف مواعيدك، بتخش معنا على طول إن شاء الله. تمام، إن شاء الله وراجعوا كويس وحفظوا كويس. نبعت لينك سوي الصباح بعد إذنك، نبعت لهم لينك سوي قبل ما ننسى.